السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى من أكثر المعاني التي تتكلم عنها في القرآن ما يتعلق بالليل، فجعل هذا الليل طاعة وعبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، وميز الله سبحانه وتعالى الليل بكثير من الفضائل. فالله سبحانه وتعالى جعل الساعة التي يتنزل فيها إلى السماء الدنيا في جوف الليل، وجعل الساعة التي يرجى فيها الإجابة في جوف الليل، وجعل الساعة التي يكون الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون فيها من عباده في جوف الليل، وجعل الساعة التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها من خيراته وبركاته على الناس في جوف الليل. نجد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، وحث عباده الصالحين في كثير من الآيات على قيام الليل، هذه العبادة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسس الأساسية في هذا الدين. فمن أوائل الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ومن أوائل الأوامر التي بدأت واستفتحت بها الدعوة المكية قيام الليل. فقال الله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل، أول أمر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من أوائل الأمور التي يأمر بها ويحث عليها في الدعوة التي توجهت لأهل المدينة، كما ثبت عند الترمذي حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وانجفل الناس إليه قال: فنظرت إلى وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس اليام، تدخلوا الجنة بسلام. وكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أوائل الأوامر قيام الليل، أكيد ده من وراء أسرار عظيمة نحاول نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه الحلقة التي يسعدني أن أنزل فيها ضيفا على مشايخ فضلاء كرام أحببتهم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الدكتور حازم شومان، أهلا وسهلا بك دكتور حازم. الله يحفظك. معنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أهلا بك دكتور عبد الرحمن. معنا الدكتور غريب رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلماته وبعلمه، أهلا بك دكتور غريب. ومعنا طبعا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، أهلا بك شيخ أمين. ربنا يكرمك دكتور. دكتور حازم، أحب أبدأ بحضرتك. دكتور حازم، ربنا سبحانه وتعالى أمر في كثير من الآيات أن الليل يكون له وضع خاص عند الناس، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتصدق في الليل، ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وأمر الله سبحانه وتعالى أو حث ربنا تبارك وتعالى على قراءة القرآن أيضا في الليل، يتلون آيات الله آناء الليل، وذكر لنا حال إبراهيم في الليل من التفكر في ملكوت الله فلما جن عليه الليل، وكذلك أيضا قيام الليل، قم الليل. دكتور حازم، من خلال قراءتك للقرآن وارتباطك الشديد بالقرآن يا دكتور حازم، عايزين حضرتك تذكر لنا بعض المعاني المتعلقة بقيام الليل التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن، حتى تكون دفعة لشبابنا ولبناتنا ولآبائنا وأمهاتنا لقيام الليل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأسأل الله أن يكون فعلنا يعني خير من قولنا يا رب. اللهم أمين يا رب. يعني أسأل الله أن نكون من أهل العمل ومن أهل الصدق يا رب. اللهم أمين. وكل هذا يعني سعيد من وفق، وما علمت أنه موفق ومخذول، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هو يعني نتخيل لو في ملك بينزل بلد بلاد، فكل ما يزور المدينة دي يلاقي 7-8 معينين من المدينة هم اللي في استقباله، فبعد 6 شهور أو سنة ينزل نفس المدينة فيلاقي 7-8 معينين هم اللي في استقباله، ينزل بعد 2 هم 7-8. لما الملك ده يجي عين وزير هيختاروا من مين؟ من 7-8 دول. لما الملك ده يجي عين محافظ من 7-8 دول. لما الملك ده يجي عين رئيس مجلس محلي مثلا من 7-8 دول. هو دي عبادة قيام الليل. الملك سبحانه وتعالى مالك الملك بيتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل؟ أما الملك سبحانه وتعالى يصطفي حد بقى. ما يعني ربنا يصطفي؟ يصطفي عن الصفوة، الصافي الخالص. يعني ايه ربك يخلق ما يشاء ويختار؟ يختار يعني اللي مليان خير، اللي مليان خير. فلما ربنا سبحانه وتعالى يستعمل، هيستعمل مين؟ هيستعمل اللي بيقوم في الثلث الأخير من الليل.
يبقى اذا اكتر ناس تستعمل هي الناس اللي بتقوم الليل، اكتر ناس تستعمل. وعبادة قيام الليل فرضت قبل ما الزكاة تفرض. قيام الليل فرض على الصحابة سنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم طولة العمر، فرض قبل ما الصلاة نفسها تفرض، فرض قبل ما الحج يفرض، فرض قبل ما صيام رمضان يفرض. يعني موقع هذه العبادة. عشان كده سبحان الملك، يعني ربنا سبحانه وتعالى في أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم، قم الليل. ده دي البداية. ما حدش يتوقع ان هو له خط سير غير خط سير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو بكر وعمر. ما فيش داعية او اخ او طالب علم او اخت يعتقد ان يسعه انه يوصل لربنا بطريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام وغير الطريق اللي الصحابة وصلوا منه الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني لما يكون مثلا في محفل كبير في البلد، مثلا العشر الاول على الثانوية العامة، فالرئيس الجمهورية بيخلي وزير التعليم هو اللي يقابلهم. طب لما يكون مثلا لأ ده باهن المثقفين مش عارف ايه، وزير الاعلام هو اللي يقابلهم. انما جائزة الدولة التقديرية، علماء الدولة، اعظم ناس رفعوا راس البلد قدام العالم كله، رئيس الجمهورية بنفسه اللي ينزل لهم. يبقى اذا لما تلاقي رئيس الجمهورية ما فوضش حد وهو اللي نزل، يبقى ده اخطر مقام. فسبحان الملك، العبادة اللي ربنا ما نزلش فيها ملائكة، ما نزلش فيها حتى حملة العرش، الله اللي تنزل بنفسه سبحانه وتعالى. فمعنى ان الملك يتنزل لهذه العبادة بالذات، ان العبادة دي فيها سر دون كل العبادات الاخرى، دون اي عبادة تانية. يعني سبحان الله العظيم، لما الملك يتنزل ويقول: هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. لو كان ربنا بيتنزل كل 3 شهور كان مثلا الناس عملت الليلة دي احتفال. طب ليه كل ليلة؟ لان انا محتاج ربنا كل ليلة. دي تبقى مصيبة لو انا ربي ما يعني لو انا هقف على باب مين. سيدنا ابراهيم قال: لا احب الافلين. لما لقى الكوكب قفل قال: لا احب الافلين. انا لو احتجت ربي بالليل وربي قفل، ده تبقى مصيبة. اقف على باب مين؟ اقول يمين لو احتجت ربي بالنهار. فيقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستشفى فاشفيه، هل من مستدفع للضر فادفعه عنه. ده لو واحد من كوكب تاني مثلا ولا ملك في السماء سمع هذا الحديث وجي ينزل الارض، هيتخيل ان كل اهل الارض صاحيين بالليل. فلما يتنزل هيفاجئ ان اهل الارض نايمين بالليل، فيتعجب: ازاي يا جماعه؟ ده مين اللي بينادي على مين؟ مين بيصالح مين؟ مين من هل من سائل فاعطيه؟ عشان كده ربنا يقول: يا ايها المزمل قم الليل. دي البداية. قم الليل إلا قليلة، وكان منزلش غير 3 آيات من المزمل، 3 سطور من المدثر، 3 سطور من اقرأ. يا رب قم الليل إلا قليلة بإيه؟ لا أعيش بقى مع آية آية. عشان كده يا مزمل، مين المزمل؟ المزمل ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا رب أنت ما نزلتش الرسالة ديت ليه على ملك الروم وكان العالم كله أسلم في يوم؟ ما نزلتهاش على مفكر أو فيلسوف كبير؟ لا، ربنا مش أي حد بيختار، مش اي حد ربنا بيختاره. النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي غار حراء وهو يتدبر في الكون ويتحنث ويتبدل ويتعبد لله رب العالمين، دول اللي ربنا بيختارهم، دول اللي ربنا بيصطفيهم، دول اللي ربنا بيرفعهم. عشان كده ما يحدث في مصر والشام وفلسطين وسوريا والعراق يؤكد ان الله يمهد الارض لاحداث كبيره. الاحداث اللي جايه في المستقبل احداث كبيره، فلازم نعرف ان الاحداث اللي جايه دي عايزه رجاله، والرجال لا يبنوا الا في مدرسه الليل. عشان كده اللي مش بيقوم الليل خسران كتير جدا. اللي بيقوم الليل ده ركب الصاروخ اللي منطلق الى الفردوس الاعلى كل ليله، بتقابل اخوك في صلاه الفجر وهو قام الليل وانت ما قمتش، تسلم عليه وانت ما انتش عارف انه سبقك بمسافات شاسعه. ده براق المؤمنين في الانطلاق الى الفردوس الاعلى في عباده قيام الليل. فيجب ان نعرف قدر هذه العباده. ربنا قال: ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. التكاليف الشرعيه ثقيله، الدعوه الى الله مشاكلها كتير ثقيله، الحياه وهمومها ثقيله، مش هتقدر تستحمل من غير قيام الليل، مش هتقدر تواصل، مش هتقدر تكمل، مش هتقدر. عشان كده هذه العبادة الخطيرة العظيمة ذات الخطر العظيم التي غفل عنها للأسف الشديد يعني كثير جدا من المسلمين والمسلمات. يجب ان نجتهد في احياء هذه العبادة في حياتنا مرة اخرى، لعل ربنا يوفقنا. اللي مش عارف يقوم من الثلث الاخير ما يقوم من اول الليل او اوسط الليل، ولكن يجب ان يقف، يجب ان يقف مع نفسه في هذه العبادة العظيمة. يعني وطبعا اخواني يعني عندهم من العلم في هذه المسألة ما اسال الله ان ينفعنا به جميعا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا دكتور حازم. دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعلم أن شرف المؤمن في قيامه لليل وعزه في استغنائه عن الناس. أكيد الإنسان الصالح
اللي يوسم بأنه فعلا صالح عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. أكيد الإنسان اللي رغم ألامه وتعب اليوم ومجهود شغله طول النهار ويجي بعد كده يقوم بالليل ويتحمل من الجهد والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، أكيد عطاء ربنا سبحانه وتعالى له هيكون وافر، وعطاء ربنا سبحانه وتعالى هيكون عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان منا بياخد الأجر على قدر المشقة، فكل ما يكون فيه مشقة الأجر بيكون عظيم، وأكيد القيام بيبقى فيه مشقة لكثير من الناس، فبالتالي الأجر ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه لهم هيكون عظيم جدا جدا جدا. أرجو أن حضرتك تحدثنا عن بعض الفضائل المتعلقة بقيام الليل سواء من كتاب ربنا عز وجل أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله جل وعلا ثانية أن جمعني بهذه الوجوه الكريمة النضرة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها في الدنيا دائما على الخير وفي الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يعرف الإنسان إن أعتاه الله جل وعلا سدادا وفراسة أن يعرف إذا نظر إلى الناس في المسجد من قام الليل، فلا شك أن الله جل وعلا ينزل من نوره على من قام الليل في جوفه. كان بعض السلف إذا رحمته أمه لطول قيامه تقول: يا بني ارحم نفسك، نم ارحم نفسك من طول القيام، فأقول: يا أمه إن لنا يوما ينتظرنا نقوم فيه لرب العالمين، فأنا أقوم الآن ليخفف الله جل وعلا عني القيام بين يديه يوم القيامة. يا بني ارحم نفسك ونم، يقول لها: يا أمه إن لنا نوما طويلا في القبر. فلا يسمى صالحا أبدا أو صالح أبدا من لا يقوم الليل. وليس هذا الحكم حكمي، بل هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. هذا شرط. فمن يظن في نفسه الصلاح، من يظن في نفسه القرب من الله جل وعلا ولا يقوم الليل، هذا بعيد، هذا ظلم نفسه، هذا رأى في نفسه ما ليس فيها. فلا يسمى بصالح أبدا من لا يقوم الليل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لا يسمى رجل برجل صالح، لا يسمى الرجل بالرجل الصالح إلا إذا كان يقوم الليل، هذه علامة. بل إن شئت أنا هذا أراه في نفسي، هناك ترمومتر للإيمان، هناك ترمومتر أنت تحكم به على نفسك، لا يدخل في هذا الحكم أحد بعد الله جل وعلا، أنت تقدر تحكم على نفسك. ترمومتر الإيمان شيء خفي بينك وبين الله جل وعلا، وشيء ظاهر أمام الناس. اللي عاوز يقرب من ربنا، اللي عاوز يزداد إيمان، اللي عاوز يزداد قرب، اللي عاوز يوفق، اللي عاوز يسدد، اللي عاوز يلهم، اللي عاوز يقطع عطايا في الدنيا في الآخرة، هذان الأمران علامة على إيمانه وعلى قرب من الله جل وعلا. الأمر الأول الخاص خبيئة العمل، سريرة العمل، لا سيما في قيام الليل، لا سيما في قيام الليل، هذا عز في الدنيا قبل الآخرة. شوف نفسك قيام الليل أخبارك في إيه؟ إن أنت فشلت في قيام الليل 50% من السداد، 50% من التوفيق ضاع منك. الأمر الثاني هو علامة وترمومتر الإيمان، هو حضورك لمجالس الوعظ، لا أقول مجالس العلم فقط، بل مجالس الوعظ التي يرق فيها قلبك، التي ترتعد فيها فرائسك، التي توعد فيها بكلام ربك وفضله، وتأخذ الوعيد كذلك من كلامه ممن سدده الله جل وعلا. الاثنين دول علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. وأنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، فعلا عزك في الدنيا، عزك بقيامك الليل، عزك الله جل وعلا أبى الله، شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل، الله جل وعلا أبى ونور السماوات والأرض إلا أن ينزل شيئا من هذا النور على الطائعين العباد، ثم الآخرة تنتظرك يا أخي، الآخرة تنتظرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث محمود بن البيت فيما أذكر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الغرفة، القرطبي بيعلق على تفسير قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سورة الفرقان، قال في آخرها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا.
قال القرطبي: الغرفة أعلى درجات الجنة، وغرف الجنة لا كغرف الدنيا، بل غرف من فوقها غرف مبنية. لمين دول؟ إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني الذهب في الجنة عيار رباني، الجدار ذهب وفضة بس عيار مج، يعني أنت لو حطيت كباية فضة ما تشوفش اللي جواها، لكن في الجنة الجدار ذهب وجدار فضة عيار رباني ترى ما وراءه، بس دي غرف خاصة أعدها الله لمن؟ إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدها الله لمن؟ لمن؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والله جل وعلا يقدر الليل والنهار، ده كلام ربنا اللي قال: والله يقدر الليل والنهار. الله جل وعلا يعلم أنك إذا قمت الليل، هذا فيه اجتهاد، فيه جهاد. والله جل وعلا يعلم أن قيام الليل في أول الليل وأنت في قوتك وأنت لسه ما نمتش ليس كقيام الليل في آخر الليل. الله جل وعلا يعلم أن الإنسان إذا نام حين يقوم ويتحسس الفراش الدافئ كما كان بعض السلف يفعل، يقوم في جوف الليل فيتحسس الفراش ناعم دافئ في ليلة شاتية باردة، فيخاطب فراشه زوجه بجواره والفراش دافئ والليلة شاتية باردة، فينظر إلى الفراش ويخاطبه: ما ألينك؟ ما أدفأك؟ ما أنعمك؟ لكن فراش الجنة أعظم، لكن فراش الجنة أعظم. فالذي يصبرك على التعب في الدنيا أن هناك أجر عظيما ينتظرك. تعرف لما يكون واحد مثلا عنده 50 طوبة قدام بيته وعاوز يدخلهم الدور الأول، 50 طوبة، ويجي واحد يقول له: تعالى، مين اللي طلع 50 طوبة دول وياخد 1,000,000 جنيه؟ 1,000,000 جنيه؟ إزاي 50 طوبة وياخد 1,000,000 جنيه؟ مستحيل. فيفاجأ إن في واحد شال 50 طوبة وخد 1,000,000 جنيه، والثاني شال 50 طوبة وخد 1,000,000 جنيه. هذا ده كلام بجد؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ولله المثل الأعلى. أنت تفعل عبادة الله جل وعلا أعطاك ثوابا لها لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، يعني هي الجنة، الغرف دي التي أعدها الله تساوي ركعتين في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. يعني المقدم كان بيقول: فكما أخفوا صلاتهم في الدنيا أخفى الله سبحانه وتعالى ما أعده لهم في الآخرة. سبحان الله، كلمة حضرتك الآن ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السلف وهو بيخاطب الفرش، واحد من السلف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من الرجل له الزوج الحسنة والفراش الحسن، يقوم من الليل يعالج نفسه إلى طهوره ثم يعالج نفسه في الصلاة. يعني في شدة ومشقة في الطهور الوضوء وشدة ومشقة في الصلاة، فيقول الله سبحانه وتعالى للذين هم من وراء حجاب: أشهدكم ملائكتي أنما سألني عبدي هذا فهو له. سبحان الله. الله جل وعلا يعجب، وفي بعض الروايات يضحك، من ثلاثة: منهم رجل رجع من سرية، طبعا انت راجع تعبان مجهد، أحب شيء إليهم الأرض، أحب حاجة لهم نفسه ينزل الأرض وينام. فقام واحد من بينهم فتوضأ وصف قدميه يصلي بين يدي الله جل وعلا. هذا يعجب الله منه أو يضحك الله جل وعلا منه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحك ربك إلى عبد في موطن، لو مرة واحدة بس عملتها وانت مجهد وتعبان وقمت تقوم الليل، الشباب الوقت قاعدين سهرانين جايين من سفر جايين من محاضرة جايين من, 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 من امتحان ومجهد وعاوز ينام، وأحب شيء إليه من الفراش والفراش قدامه، فإذا قمت ولو مرة في حياتك: إذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا عبد الرحمن. حورس تي في شوب، بشرى لكل أنثى على وجه الكون، مفاجأة العلم الحديث. كريم جولييت، كريم جولييت لمنع نمو الشعر الزائد مدى الحياة وتفتيح الأماكن الداكنة. كل بنت في الدنيا بتحلم بنعومة جسمها وما يكونش فيه أماكن غامقة في الجسم. إليكم التحدي القوي والفريد من نوعه، تحدي الطبيعة من الطبيعة. كريم جولييت، كريم جولييت لمنع نمو الشعر الزائد مدى الحياة وتفتيح الأماكن الداكنة. دايما الشعر الزائد بيسبب لي إحراج قدام جوزي،
وجربت طرق كتيرة حتى الليزر بس مفيش فايدة. دائما ما يسبب الشعر الزائد إحراجا يوميا. الآن مع كريم جولييت أنت نجمة لامعة أمام زوجك، وداعا لإزالة الشعر بالليزر أو الطرق المعقدة لعدم نمو الشعر الزائد. وإليكم البديل الطبيعي والآمن كريم جولييت. لك يا سيدتي كريم جولييت من أنقى خلاصات الأعشاب الطبيعية التي تمنع نمو الشعر الزائد تدريجيا ليصبح الجسم جميلا براقا مدى الحياة. كريم جولييت، نعومة وتفتيح. فعلا كريم جولييت حقق حلم كل البنات. كريم جولييت، حس الفرق بلمسة الحرير وبريق الماس. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر. فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. تليفون رقم 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر زي نقطة الندى على الورد. وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه. انا جبت ابوه تانيه ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن، فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك. القمر. عايزة اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزة اشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحة انا عايزة اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، وقدمت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. وفي علبه وجه القمر الداخليه البيانات مطبوعه عليها مش ملزوقه عليها. وبحب انبه على عملائنا الكرام ان منتجات شركه اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه سواء داخل مصر أو خارج مصر. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. سبحانه وتعالى يأمر بها العباد قيام الليل، وأوائل الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها الناس في المدينة قيام الليل، فده أكيد علشان نعد الرجال.
فالرجال هم الذين رجال حقيقيين بقى، يعني مش الذكور، الرجال هم الذين يتخرجون من مدرسة قيام الليل. أذكر أن طارق بن زياد لما فتح بلاد الأندلس، لما نزل بلاد الأندلس وراء أهل الأندلس وكانوا يسمون في هذا الوقت بنصارى القوط، لما رأوا الجيش لما نزل 9000 اللي كانوا مع طارق بن زياد أو 6000 كما بعض الروايات، رأوا قيامهم بالليل وبكاءهم ودموعهم وخشيتهم من ربهم عز وجل، أرسلوا رسالة إلى ملكهم: أدركنا فإنه قد نزل قبلنا أقوام، والله لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. هم من أهل الأرض، إيدين ورجلين ومناخير وبق وعينين، ولكن هم من أهل السماء لما رأوا ليلهم قيام وقرآن والذكر والدعاء، بهذا علوا وبهذا فتحوا البلاد. أكيد قيام الليل هو المدرسة الربانية اللي بيتخرج منها عبد ما شاء الله بيكون هذا العبد هو الموفق في الدنيا السعيد في الآخرة. أكيد قيام الليل به إصرار وبداخله يعني مدرسة إعداد القادة. هو طبعا أنا عايز بس أخد الخيط من الحديث الأخير اللي أنت قلت حتة منه دكتور عبد الرحمن. ثلاثة في رواية جمعت كده: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الذي يقاتل في فئة حتى إذا انكشفت قاتل وراءها بنفسه حتى يقتل أو ينصره الله، زي موقف أنس بن النضر كده. والذي كان مع قوم في سفر فطال سراهم، سراهم السرى هو السير عامة الليل، قيل أوله وقيل آخره السير ليلا، فلما أن مست جنوبهم الأرض هجعوا فناموا، فتراه يقوم من الليل في ضراء وسراء. إن شاء الله. مش لما يكون مرتاح كده و... لا لا لا، في ضراء قبل سراء، لأن تحس وكأن إيه، وكأن حب ربنا سبحانه وتعالى أنساه تعبه وأنساه ألمه، كل حاجة بتتغير، بس ساعة بس ما يستحضر موقف كده إيه، إنه ينصب قدميه بين يدي ربي عز وجل: اللهم اجعلنا منهم يا رب بمنك وكرمك. دي خلاص ضيعت كل حاجة، بل بالعكس جعلت هذا الأمر وهذا المقام له مقاما محبوبا. والحاجة الثالثة، مش عارف مين فيكم اللي جاب رواية الزوجة والكلام ده، الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن ويقوم الليل. سيب كل ده، كأنه بيقول لربنا إيه، التلاتة كأنهم بيقول ربنا: أغلى من روحي يا رب، قربك أشهى شيء عندي في الوجود. الأولاني لو أقتل مش مشكلة طالما ده أنت بتحبه، الثاني مجرد بس ان ابقى ناصب قدمي بين يديك بنسى نفسي وبنسى تعبي وبنسى آلامي، الثالث مجرد بس ان اقف بين يديك لا زوجة ولا اهل ولا مال ولا اي حاجة في الدنيا. هم دول الرجال، هم دول الرجال اللي منهم طارق بن زياد، هم دول الرجال، ودي الصفة التي يحاول اعداء الاسلام أن يفرغوا الأمة منها، إنهم يحولوا الشباب لشباب لا قيام ولا صيام ولا عبادة ولا صلة ولا فيسبوك ومواقع وماتشات وأغاني وأحدث الكليبات وأحدث الأفلام والليل يضيع. وبفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الإخوة والأخوات، يعني برغم الصواد الكثيرة دي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يثبت جل جلاله. البداية بدأت إزاي يا شيخ أحمد؟ بدأت إزاي يا شيخ أمين؟ بأمر ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم. يعلق بعض العلماء: أمر الله النبي بقم فقام وما رقد حتى مات، عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة دي من أخص خصوصيات حامل الرسالة، وإحنا الوقت أصلاً ووضع الأمة الإسلامية الآن، وضع الأمة الإسلامية الآن يستنهض ويستنفر كل همة أن قوموا لنصرة دين الله.
موقف خطير جدا جدا. الإسلام في مرحلة بيتلقى المسلمون فيها الضربات من كل جانب. الحل إيه؟ الحل قم فلا ترقد حتى تلقى الله كما قام النبي عليه الصلاة والسلام. لما ربنا جل جلاله أمر بالقيام قام النبي فرضا، وقام الصحابة كلهم فرضا. فرض يعني فرض، ما فيش حاجة اسمها واحد ما يقومش. واحد زي ما احنا مفروض علينا نصلي الخمس صلوات كده، ينفع حد فينا يضيع صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر يقول أنا مش بصلي أنا مكسل النهاردة عن صلاة الفجر؟ لا، مفيش الكلام ده. مفيش واحد فيهم يكسل عن سنة كاملة بالشكل ده، إلى أن نزلت آخر آية من سورة المزمل فنسخ قيام الليل في شأن الصحابة ولم ينسخ في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نسخة الفرضية نسخ في شأن الصحابة إلى الاستحباب، إنما استمروا أيضا. فكانت المدرسة التي تربى فيها الصحابة وتخرج فيها الرجال اللي شفنا أبو بكر الصديق يقود الأمة، عمر يقود الأمة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ربعي بن عامر، النماذج اللي أبهرت الدنيا كلها، هي دي المدرسة اللي تخرجوا منها. دي المدرسة. وأي جيل عايز يخرج رجال لا يمكن إلا من خلال هذه المدرسة. ما فيش باب أصلا هيخرج منه رجال دون أن يمروا على هذه المرحلة، بل أنا عايز أقول مش دون أن يمروا، دون أن ينطلقوا من هذه المرحلة. دي المرحلة، مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي وما بعد الثانوي، دي مرحلة على طول. إنما دي البداية، منها الانطلاق. انطلق الصحابة فجابوا الدنيا كلها وكانوا رجالا بحق، ومن بعدهم من الصالحين كعمر بن عبد العزيز وقادوا الدنيا وغيروا وجه الحياة لأنهم كانوا رجالا تربوا في مدرسة الليل. جزاكم الله خير دكتور إبراهيم، ربنا يجزي خير. شيخ أمين، يروى أن كان في واحد من السلف كان إذا جن عليه الليل قام فوق بيته يصلي، فلما مات هذا الرجل البيت الملاصق لبيته البنت الصغيرة كانت كل يوم بالليل تقوم تبص فتلاقي في حاجة واقفة كده، فلما مات هذا الرجل سألت أمها: يا أمه، أين جذع الشجرة الذي كان موجود على سطح جارنا فلان؟ فقالت لها: يا بنيتي، ليس بجذع شجرة، وإنما هو ذلك رجل الصالح جارنا، كان يقوم الليلة كل ليلة على هذا البناء. إحنا برضو على بيوتنا الآن جذع، بس جذع عليه دش. زمان كان البيت بتاعهم كده مليان نور، نور القيام، إنما البيت الآن أصبح بيت مليء بالظلمات، أو كثير من البيوت مليئة بالظلمات بسبب الدش. تغير ليل الناس. أكيد السلف الصالح والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانت هناك أسرار أيضا تدفعهم لهذا القيام. كل إنسان بيبقى محتاج لعوامل تحفيزية تحفزه على عمل ما. أظن هم كانوا وضعين في قلوبهم أمور كانت بتحفزهم دايما على القيام. أضرب لحضرتك مثال وأسيب لحضرتك إن شاء الله المجال. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقوم الليل ولا ينام، فلما عاتبته زوجته في ذلك فقال لها: ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر. يعني أنا بصلي دلوقتي قيام، لعل أن أنا مصلي في ظلمة الليل أن ينير الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة قبري يوم أن أوضع في هذا المكان الموحش المظلم. فياريت يا شيخ أمين حوافز، أمور محفزة للناس على مسألة قيام الليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة الأمور المحفزة دي أنا هسيبها لك أنت عشان تبقى واجب عملي تتكلم فيها الشباب، ولكن أنا الحقيقة بيدور بخلدي بعض الآثار لليل نفسه. الليل ده فيه أسرار خطيرة إن شاء الله. ولكن كان في خبر كنت كل ما أقرأه أضحك. كان رجل اسمه خالد، لعله خالد بن عبد الله القصري، كان رجلا صالحا، وكانت له جارية صالحة جدا، فكانت تقوم من الليل، فاطمأن لأناس كلما أراد أن يبيعها يقول لمن يشتريها: خذها وأوصيك بها خيرا. المهم باعها لأهل بيته، فقالت الصلاة يا عباد الله، قالوا: أأذن الفجر؟ قالت: لا، وأنتم لا تصلون إلا الفرائض؟
إنما هو قيام الليل. قالوا نامي ولا تقضين إلا في الفجر. فلما أصبح الصباح قالوا ردوني إلى صاحبي. راح مرجعينها لخالد بن عبد الله القصري فقالت له بالله عليك يا سيدي ردني منهم فلقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفراغ. سبحان الله سبحان كل الله. ما مر على الخبر ده اضحك. سبحان الله إن الجارية أمرت بمعروف ونهت عن منكر وأيقظت أهلها وفضلت أن تباع لسيدها الأول من أجل قيام الليل. سبحان الله. من أجل قيام الليل. أما الليل نفسه الليل ده فيه أسرار. لما نراجع نفسنا كده كلنا الواحد هو بالنهار يشعر بلهو يعني طمأنينة كده فيها لهو بينه وبين الناس، الناس بتجري لكن بالليل يشعر بالرهبة. شيء عجيب، ترى أن رسول الله قبل بعثته كان يتحنث الليالي في غار حراء ثم بعث إليه ليلا حيث غفلة الغافلين وموت الكافرين والختم على قلوب المنافقين توقظ قلوب المؤمنين بالليل. سبحان الله. فأسر بأهلك بقطع من الليل. نزول العذاب كان برضو بالليل. كان بالليل والإسراء بالنبي برضو كان بالليل. والإسراء كان بالليل والليالي العشر في رمضان بالليل. سبحان الله. وليلة الإسراء والمعراج كانت بالليل ونزول وليلة القرآن. القدر كانت بالليل إن أنزلناه في ليلة. سبحان الله. ليه حيث ولما تراجع تاريخ الليل ده ترى أنها أن كل الكافرين والمنافقين لم يدروا عنها شيء. لما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أنكره المشركون، هم في حاجة مش عارفينها ما شافوهاش. ولما حدث الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها فبرضو ما صدقوش معايا. فالليل فيه خزائن يضعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده وبين يدي من يشاء من عباده. والتوفيق والسداد يكفي إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير الليل. والليل أيضا برضو علشان تبقى المسألة يعني إيه من باب ما قال بعض السلف لا يسعد بالرضا إلا من خاف الغضب. الليل أيضا فيه خطورة شديدة، فالشياطين تنتشر بالليل والجن تنتشر بالليل والسارقين والمارقين ينتشروا بالليل معايا. وأنا شفت بنفسي يعني وثائقيات بتتكلم في وثائقيات اسمها أجساد لا ترى الشمس، تجار المخدرات والموبقات واللصوص كلهم بيرتبوا أمورهم بالليل بيحبوش النهار معايا. فكما أن لذلك الليل ده خزانة لازم يعني في مثل ألماني ما أعرفش حضراتكم سمعتوه بيقول يعني بيستهزئوا بالعرب لأنه ما بيستفيدوش بالليل. بيقول إيه؟ تأكل ملء جوفك وتنام ملء جفنك فأنت عربي. تأكل ملء جوفك وتنام ملء جفنك ماكش معايا فأنت عربي. لا إحنا العرب بالأساس عندنا أن الليل حاجة عظيمة. الليل فيه استفادة وانا ارى ان الوقت المتبقي تكلمنا فيها شيخ احمد عن الله خير. انا احب يعني مع اواخر حلقه ان تكون في رسائل سريعه كده، فابدا بالدكتور حازم حواك وجه رساله سريعه للشباب في شان قيام الليل. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني هي سوره المزمل سبحان الله العظيم. يعني ربنا قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه قسمه قليلا، وبعد كذا آية ربنا قال إن لدينا أنكالا وجحيما. النكل لجام البهائم لجام الحمار، يعني مسخ ناس في جهنم، والجحيم النار العظيمة اللي في حفرة عميقة والحفرة ضيقة والنار مسلطة على الأجساد والعياذ بالله، وطعاما ذا غصة يعني وعذابا أليما. فربنا كلم في سورة المزمل عن حاجتين، عن القيام والقيامة. القيام والقيامة، فمن لم يقم الآن فأمامه قيام 50,000 سنة. فنجي نفسك من وقفة 50,000 سنة بقيام الليل بين يدي الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. وده نفس الفهم بتاع سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لما كان بيصلي قيام ليل علشان الدكتور عبد الرحمن البيوت أصبحت فيها مشاكل كثيرة، وأرى والله أعلم أن حل المشكلات في قرب البيوت من الله سبحانه وتعالى. وعندنا حديث
رحم الله رجلا استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. أرجو حضرتك توجه رسالة إن صلاح البيوت لن يكون أيضا إلا من خلال قيام الليل داخل هذا البيت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معروف أن أنعم أهل الجنة وأسعد أهل الجنة هم سكان الفردوس. لماذا؟ لأنهم أقرب أهل الجنة إلى الله، فالفردوس سقفها عرش الرحمن، فعلى قدر قربهم في الجنة من الله على قدر سعادته، وكذلك على قدر قربك في الأرض من الله جل وعلا تكون سعادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإذا أردت القرب من الله حقيقة لتسعد في الدنيا حقيقة فليكن في جوف الليل الآخر. لكن حتى نكون واقعيين كرسالة سريعة، عفوا يا شيخ أحمد، كرسالة سريعة، أنا أهيب بكل كل من يسمعني، ابدأ بقيام الليل ولو تدريجيا، ابدأ من الليلة ولو بركعة، ركعة لا تكتب فيها من الغافلين بالفتحة قل الله أحد أو الفتحة وثلاث آيات، ركعة وتر. كل ما صليته بعد العشاء قيام الليل، حتى لو لسه ما نمتش، لأن بعض الناس يفهم أنه لازم ينوي يقوم، لا، ابدأ من الليلة بركعة، وبكرة خلي ركعة ثلاثة، الركعة أو الثلاث ركعات خدوا منك خمس دقائق سبع دقائق، خليها بعد ثلاث أربعة أيام خليها ربع ساعة تدرج، بعد أسبوعين خليها نص ساعة، بعد ثلاث أسابيع خليها ساعة لربع، ابدأ بتدرج لترتفع ولترقى في الحب، ليعود الدفء الإيماني إلى البيوت، بها بإذن الله جل وعلا تحل كل مشاكلك في الدنيا ومشاكل أولادك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعين وإياكم على ذلك. جزاكم الله خيرا. دكتور غريب، زي ما حضرتك علمتنا الآن أن مدرسة قيام الليل مدرسة بتخرج رجال، فأيضا هي مدرسة مليئة بالفضائل. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات، ومكفرة للسيئات. فأيضا لداعي عن الجسد، أنا ما أردتش أقولها عشان الخلاف اللي موجود. فمدرسة القيام الليل برضو مليانة فضائل، مدرسة القيام الليل مليانة خيرات. رسالة توجهها للشباب، توجهها لعموم الأمة. عايز أقول حاجة، إحنا بنقرأ القرآن وبنتأثر، جلسة بعد الفجر، بنسمع في الصلوات الورد، لو حد مواظب على ورده، لو حد مواظب يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا يا رب. في حاجة بقى عظيمة جدا جدا، قول الله عز وجل وهي دي الرسالة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي ساعته، أشد وطئا يعني أشد تأثيرا في القلب، الساعات أشد الأوقات تأثيرا في القلب، فأكثر الأوقات التي إذا قرأ القرآن أثر في القلب أعلى معدل للتأثير بالنسبة للقرآن ليلا، أشد وطئا وأقوى مقيلا. فنقرأ القرآن في قيام الليل لا يمكن أبدا لقلب يحصل مثل هذه المعاني في قيام الليل، إلا في قيام الليل يشعر الإنسان بالسعادة، يشعر الإنسان إن كل آية كأنها بترقيه، كأنها بترفعه. طعم القرآن في قيام الليل غير طعمه في أي وقت إن شاء الله. وجدت الفوائد ترد في الظلم، فوائد القرآن هتيجي دايما في وقت الليل. شيخ أمين، قيام الليل مدرسة، مدرسة عظيمة جدا جدا، من أهم ما يستفيد الإنسان من ورائها النور اللي ربنا سبحانه وتعالى يقذفه على وجهه ويقذفه في قلبه، ويكون نورا له في قبره ونورا له بين لقاء ربه سبحانه وتعالى. يسأل الحسن ما بال المتهجدين، أحسن الناس وجوها قال أقوام خلوا بالله، فكساهم الله سبحانه وتعالى من نوره. أكيد النور ده بيرى أهل الخير على وجه هذا الإنسان، وأكيد هو بيشعر به في قلبه، وأكيد إن شاء الله بإذن الله يراه يوم القيامة على الصراط. شيخ أمين، تحب تقول إيه لعموم الأمة في شأن قيام الليل؟ والله أقول عموم الأمة، عموم الأمة بيقوم الليل قد إيه أمام الشاشات وعلى الفيسبوك وعلى النت وعلى كل موليات التواصل الاجتماعي بكل فئاته. وأنا أقسم لكم بالله يا إخواني، ما في يوم أنا دخلت فيه على الفيسبوك
ولا أعرف يعني إيه تويتر، ولا عمري تواصلت مع حد على الفيسبوك، لا رسائل ولا كلام، ولا أعرف إزاي أدخل. مش من باب إن أنا ما أقدرش، أنا في بعض الناس عاملين لي صفحات يمكن 7 صفحات 8 ما أعرفش أدخل عليها، وده من توفيق الله وسداده، من خوفي من اللي سمعته من المشاكل. إخوة وأخوات وناس ملتزمين في الأول بياخد الموضوع على إنه اهتمامات ويعني دعوة وسياسة، وأنا بعلم الناس وبشير حاجات ومقاطع وبتاع، ثم تصبح المعاناة في الانشغال بها عن الله سبحانه وتعالى الذي في البداية قال إن أنا بدعو إليه، وبعد كده بتحصل المشكلة الأكبر إنه بيدمن الأعاد على مثل هذه الأمور بالذات بالليل، لأن بالليل بقى يبقى هدوء، وفي وناس وإخوة وإخوات إخوة أفاضل وفاضلات، ولو انقطع النور يفضل قاعد جنب الكمبيوتر مستني إن النور يجي علشان يكمل اللي كان بيعمله. فإن الشيطان قد جرهم إلى مثل هذا بارتكاب المفضول على الفاضل. يعني إيه؟ لما ضيع هدفه وحظه من الله معايا، عوقب بإدمان ما يضره، بإدمان ما يضره هو كده على طول معايا. ولذلك كان الجنيد قال من علامتي، يعني الإنسان لما يدمن ما يضره أيوة. ما هو ربنا قال نسوا الله فنسيه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنت ما تبصش أنت بتعمل إيه، أنت تبص أنت خسرت إيه، وأي حاجة فيها مقارنة ما بين ما يخص الله وما يخص البشر على طول ما عند الله خير وأبقى، لازم يبقى هدالة. فمن فقد الهدف فقد الطريق، ومن فقد الغاية فقد الوسيلة معايا. ومن كلام الجنيد، نفيس كلام الجنيد، من إعراض الله عن العبد، من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا ينفعه. وقال محمد الفارسي، أبو محمد الفارسي، إن من سعادة العبد أنه إذا مات ماتت معه ذنوبه وعاشت حسناته. إن شاء الله جزاكم الله خيرا، أمتعتمونا في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذه اللقاءات. في النهاية أعيز أوجه رسائل سريعة لأحبابنا المشاهدين. الرسالة الأولية، إذا تبين لك في يوم من الأيام أنك صعب عليك أو القيام، فاعلم أن في ذنوب أيدتك، حاول تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاستغفار. يأتي رجل إلى الحسن البصري فيقول له أعد طهوري وأريد القيامة فما أستطيع، قال هذه علامة سوء وأعلم أنه قد قيدتك ذنوبك. اللي عايز فعلا دايما بيسأل، أو الناس اللي دايما تسأل، هو ربنا بيحبني ولا لأ؟ عايز أقول لك إذا وجدت نفسك في خم الليل فده دليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، فكما أن ملوك الدنيا لا يقاربون إلا من يحبون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق للقيام إلا من يحب، فهذه علامة خير إذا وجدت نفسك بتصلي قيام ليل. أما الرسالة الثالثة وبها أختم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، يا جماعة قيام الليل مش معناه زي بعض الناس بتظن إن أنا لازم أقف على رجليا 5 6 7 ساعات لحد ما رجليا تورم، أو إن أنا أفضل واقف فترات طويلة. يا جماعة صلوا قيام الليل ولو بقدر يسير جدا جدا. النبي قال من قام بعشر آيات، 10 آيات زي ما الدكتور حازم كان بيقول، يعني الفتحة وإن أعطيناك الكوثر، أو زي ما الدكتور عبد الرحمن بيقول الفتحة وإن أعطيناك الكوثر، قم من الليل ولو بشيء يسير واسمعها مني، والله هتبدأ في البداية الأمر يكون فيه مشقة شوية، بس صدقني بعدها تلاقيك أنت نفسك بدون أن تشعر أنت بدأت تزود القيام بدون أن تشعر للذة اللي أنت شعورت بيها، بدأت تزود قيام شوية فبدأت المسألة تزيد لساعة، بعد كده بتصلي ساعة فتفاجأ إن الساعة دي بالنسبة لك قليلة جدا جدا جدا، فبعد كده تبدأ تعلي شوية لحد والله تصل لمرحلة إن يكون أكتر شيء بيقرقك وبيفزعك إنك تسمع أذان الفجر من طول القيام بتاعك، أنت مش عايز الفجر أصلا يؤذن له من شدة حبك للصلاة قيام الليل وتعلقك بها. أحبابي قيام الليل هو دأب الصالحين، علامة الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذه اللقاءات. أتوجه بالشكر لكم جميعا على تلبيتكم هذه الدعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما قلتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة في موازيني حسناتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.